Hello again، أي حد جاي من part 1 عارف أنا بتكلم عن إيه. في البداية كده أنا هحلل قصيدة أنس ميرابلس، وأي حد داخل من part 2 على طول أنا هقول لكم أنا برضو بتكلم عن إيه. في G1 زي ما أنتم شايفين في أول السلايد كاتبة G1، دي معلومات عامة عن القصيدة، يعني ده الجزء اللي أنا هتكلم فيه كمعلومات عامة. طيب، أنس ميرابلس، A poem written by John Dryden, published in 1667. زي ما احنا عارفين هو the greatest English poet of the later 17th century. هو ظهر لنا في نهاية القرن السبعتاشر. Dryden wrote almost 30 tragedies, 30 comedies and dramatic operas. أنا هنا بحط brief biography يلي جايين من فيديو من part 1 فيديو. The poet is best known today as a satirist. معروف إنه شاعر ساخر. Although he wrote only two great original satires. طيب، كمعلومات عامة برضو في G1، G أصلا أنا جايبها من كلمة general. Over 1200 lines of verse divided into 304 quatrains. Each line is 10 syllables long. والرايم سكيم بتاعتي، مخطط القافية بتاعي AB AB. طيب، يعني إيه أصلا أنس ميرابلس؟ أنس ميرابلس جاية من year of wonders. أنس معناها year، mirabilis يعني wonders. وعلى فكرة الكلمة في اللاتينية اللي هي أنس mirabilis جاية من اللاتينية، ما بتتكتبش بالcapitalization، بتتكتب بsmall letters. تمام، ممكن نقول it's a Latin phrase that means mirabilis year wonderful year miraculous year year of wonder or amazing year. وعلى فكرة هي ما كانتش amazing year، فهقول actually it was never an amazing year. ليه؟ due to أو because of سببين. أول سبب the 1666 great fire of London. تاني سبب the spread of the plague. طيب، ليه جون درايدن سماها أنس ميرابلس؟ لو هو بيقول إنه هي سنة رائعة أو سنة المعجزات أو السنة المثالية، هو بيقول كده لأنه دي كانت أقل المخاطر اللي حصلت. يعني الحمد لله إن إحنا لسه عايشين، يعني الحمد لله ان احنا لسه عايشين بعد ما حصل عندي الحريق الضخم، وبعد ما حصل عندي انتشار مرض الطاعون، واصلا القصيدة الثيم بتاعها الحرب، يعني اصلا كان في حرب في الوقت ده، فشكرا thanks God. الحرب كانت في تقريبا في قبلها بسنة، هو نشر القصيدة بعد الحرب بسنة. ما علينا، ندخل في جيتو، هي معلومات عامة برضو عن القصيدة. نقدر نعتبر ان المعلومات دي بنسميها الثيم او المين ايديا. الثيم هو English fleet versus Holland's او Netherlands او Dutch's fleet، يعني الاسطول الانجليزي ضد الاسطول الهولندي، لانه القصيدة بتتكلم اصلا عن الحرب. He wrote it to express his joy over two victories. دي مين ايديا، دي فكرة رئيسة عندي، ان هو كتبها عشان يعبر فرحته عن انتصارين. اول انتصار اللي هو الانتصار الـ victory of English fleet over the Dutch، و second victory اللي هو survival of people of London from the huge fire، نجاة الناس من الحريق اللي حصل في لندن. برضو he wrote it, دي another main idea، فكرة رئيسة تانية كتبها to express his praise to the king، كان بيمدح بالملك اللي هو تشارلز the second. احنا عارفين طبعا انه الفترة دي كانت فترة restoration age اللي هو عصر الاستعادة، لما الجنرال أوليفر كرومويل اخذ الحكم من تشارلز the second، وتشارلز the second went to the exile in France. احنا عارفين المعلومات دي. وبعد كده تشارلز the second لما مات، جيمس اخوه هو اللي مسك الحكم بعده. برضو promotes to the concept of loyal nation، نفس الفكرة. وهقول انه because هنا طبعا سبب كتابة القصيدة انه because the two fleets stopped، لما الاساطيل البحرية عندي تقف، يعني البحر هيقف، يعني التجارة هتقف. زي ما احنا شايفين هنا الكلب بيضرب توم، وتوم بيضرب جيري، كله قاعد بيوقع في بعضه، فالدنيا كلها باظت، فالاوضاع الاقتصادية damaged في الوقت ده.